السلام عليكم، اهلا بكم في مامي فود. ان شاء الله هنعمل مع بعض التحليه الصيفيه الجميله دي، تحليه في منتهى الجمال باذن الله، تعجبكم جدا جدا. كلها فاكهه جميله جدا جدا، كلها عناصر غذائيه عاليه. تابعي معايا الفيديو عشان ان شاء الله تخرجي باحسن نتيجه. بس لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لايك وكمان شير عشان اكبر عدد من الناس تستفيد. لو ما كنتيش مشترك معايا في القناه يا ريتك تعملي سبسكرايب وتنورني في القناه، وكمان تضغطي على زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا مع بعض على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير الحلو بتاعي النهارده سهله وبسيطه جدا جدا، وفيها اكتر من تريكه. نركز مع بعض عشان نعمل الطبق بتاعنا على احسن ما يكون. معايا كوبايتين من اللبن او من الحليب، ومعايا نص كوبايه دي لوحدها. هنعرف احنا ليه حطيناها لوحدها علشان ليها استخدام خاص. ومعايا كوكتيل من الفواكه، في معايا فواكه فروزن وفي معايا فاكهه فريش. تمام، الفروزن هي مش موجوده حاليا في الاسواق. معايا كريز، معايا فراوله، وكمان معايا كيوي، ومعايا الفريش تفاح وعنب، وكمان معايا المانجا. تمام، ومعايا كوبايه معلقتين ونص من المعالق المعياريه الكبيره من السميد او زي ما بيتقال عليه سميد الفرخه، ومعايا كمان معلقتين ونص من النشا او من المايزينا زي ما بيتقال عليه بعض الدول العربيه. تمام، سميد الفرخه او سميد البسبوسه ده بيكون من اللي هو من غير اي اضافات. تمام، بيور من غير اي اضافات. ومعايا كمان في حدود 3 ارباع كوبايه من الكوبايات المعياريه من السكر العادي خالص طنطرافيل، بتكون حبيباته بسيطه. حطيت عليها 3 معالق من الميه، حطها على نار هاديه علشان يكرمل معايا. وهنبدا مع بعض ان شاء الله نعمل خطوات الحلو بتاعنا. اول حاجه هبدا اقطع الفاكهه بتاعتي كلها. بعد ما اقطعها هبدا ان انا احطها في اي قالب موجود عندي، والقالب بتاعي هيكون بالشكل ده. يفضل ان انا اديله فرشه كده بالميه علشان لما انزل فيه كل المواد بتاعتي الفاكهه وكمان الحلو ما يبقاش يعني عند ما اجي اقلبه بعد كده يتقلب معايا بمنتهى السهوله. دي اهم تريكه علشان اقدر اقلب الحلو بتاعي بعد ما يخلص. تمام، مبدئيا هبدا ان انا اجهز الفاكهه بتاعتي، وبعد ما اجهزها احطها في القالب بتاعي وادخلها الثلاجه، وبعدين نرجع تاني مع بعض. وبعدين القالب بتاعي مسحته بفرشه من الميه، وكمان الفاكهه بتاعتي جهزتها وقطعتها وبدات. طبعا قطعت الفريش والمجمد كان او الفروزن كان مقطع اصلا، فهي حطيت عليها معلقه من عصير الليمون عشان الفاكهه بتاعتي ما تتقشتش. هبدا ان انا اقلب كده، وهنزل بالفاكهه بتاعتي في القالب بتاعي بالشكل اللطيف ده، وهبدا ادخلها الثلاجه. وهجهز بعد كده الجزء الثاني بتاع الطبق بتاعي. ويلا بينا نشوف مع بعض الخطوات كلها. وهبدا اخد نص كوبايه الحليب اللي عندي، وهبدا انزل بيها، انزل عليها بكميه النشا او المايزينا على رحيم علشان اقلبها معاها، ادوبها فيها تماما. ونفس الطريقه برضو هاخد السميد وهبدا اقلب المقدار اللي عندي ده وادوبه تماما، واتاكد ان كل حاجه دابت فيه، مفيش اي حاجه مكلكعه خالص. هنبدا ان شاء الله الخطوه اللي بعد كده، هنروح عند عين البوتاجاز وهنشوف السكر اللي بنكرمله على عين البوتاجاز، وكمان كميه اللبن الثانيه اللي معانا او الحليب، وهنشوف باذن الله كل حاجه كده مع بعض خطوه بخطوه. يلا بينا عند عين البوتاجاز. وبعد ما تكرمل المقدار بتاعي، طبعا انا ما بنزلش عليه معلقه خالص، بقلب الطاسه كده بالشكل ده من غير ما استخدم معلقه نهائي. خلاص انا وصلت للدرجه اللي انا حباها في الكراميل بتاعي، درجه اللون الذهبي الجميل جولدن كده جميل جدا. هبدا انزل برشه صغيره من الملح يتعزز لي طعم الكراميل بتاعي، وهبدا اخد كميه اللبن بتاعتي بقوم مدفياها، وهبدا انزل بسم الله الرحيم في الكراميل بتاعي على اللبن الدافي واحده واحده. هبدا اقلب على نار هاديه جدا لغايه ما احس ان الكراميل بتاعي داب مع اللبن وتمازج معاه تماما. في الحاله دي هبدا بقى اضيف الاضافات التانيه اللي عندي. تمام،
ناخد كل كميه الكراميل علشان تكون الوصفه بتاعتي زي الفل، مفيش اي حاجه فيها ناقصه ولا المقادير بتاعتي فوتت فيها اي حاجه خالص. وهبدا اقلب على نار هاديه جدا. لما يدوب الكراميل بتاعي تماما هندوب بقية المقادير التانية. وبعد الخليط بتاعي ما دوب تماما، بعد ما دوبت الكراميل مع اللبن او مع الحليب، هبدأ ان انا انزل بكمية النشا مع السميد او المايزينا مع سميد الفرخة او سميد البسبوسة، بقلبه كويس جدا. هبدأ انزل بيه بسم الله الرحيم واحدة واحدة كده مع استمرار التقليب واستمرار المية النار المتوسطة، تمام، لغاية ما يغلي تماما معايا ويبدأ يلف، هعرف ان هو خلاص كده تمام بقى معايا زي الفل. يغلي بس بعد ما غلى معايا تماما كده وبدا يلف معايا، خلاص انا هطفي النار زي الفل. هبدا انزل بمعلقه صغيره من الفانيليا سواء كان ستايلا او باودر، بحطها بعد ما بطفي النار، لان لو كانت محطوطه، لو حطيتها وهي النار شغاله معايا ريحتها هتتطاير ومش هتكون موجوده معايا في الخليط بتاعي. تمام، هستنى الخليط يهدى 5 دقايق او 7 دقايق وبعدين هبدا انزل بيه على خليط وكوكتيل الفاكهه بتاعتي. وبعد الخليط بتاعي ما هدى حدود 5 دقايق او 7 دقايق بالشكل ده، هبدا انزل عليه انزل بيه على الفاكهه بتاعتي. بسم وهدخله الفريزر، بس قبل ما ادخله هبدا ان انا اغطيه بستريتش راب وهسيبه في الفريزر او في التلاجة، حتى في رف التلاجة العادي خالص هسيبه في حدود من ساعة لساعتين، لو في الفريزر هسيبه في حدود نص ساعة، في رف التلاجة العادي هسيبه في حدود من ساعة لساعتين هيبقى معايا زي الفل. بس قبل ما ادخله طبعا هدخله بعد ما اغطيه بالستريتش راب بتاعي، وان شاء الله نشوفه مع بعض باذن الله في طبق التقديم. طبعا احاول اديله هزه كده علشان كل حاجه تتداخل مع بعض في القالب بتاعي، وهبدا اغطيه بالستريتش راب. بعد ما خرجت القالب بتاعي من التلاجة هبدا اشيل الاسترتش راب من عليه واقلبه في طبق التقديم. نشوف مع بعض. وده الحلو السليفي بتاعنا زي الفل في منتهى الجمال. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، اسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.